اعتبرت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هيلي أن الوقت قد حان لكي يتصرف مجلس الأمن ضد إيران، وذلك بعد نشر تقرير لخبراء أمميين أفاد بأن إيران انتهكت الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على إرسال أسلحة إلى اليمن. وقالت هيلي في بيان إن هذا التقرير يسلط الضوء على حقيقة نقل النظام الإيراني أسلحة بشكل غير شرعي في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي، مشددة على أنه لا يمكن للعالم أن يستمر في ترك هذه الانتهاكات الصارخة بدون رد، ويجب على طهران أن تتحمل العواقب.